يا اخي مشان الله يا زلمه، خفنا من ربه يا زلمه. الجميع يعلم ان هذه الثورة خرجت من المكاسب التي كان يبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الجهاد. كانت هذه الثورة مسيرة مظالم حقيقية خرج منها كل منافع، لان من مكاسب هدم الرجال وصناعة الرجال علما. يقول الشاعر: ما بد من خدع الرجال ومثله خدع السلاح، صناعة الأطفال علم تعلمه من الصلاح، من لم يعرف أصله من فصله فقد النجاح. لا يصنع الأطفال إلا في مساجدنا الكفاح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من كان حي على الفلاح كان حي على الكفاح. شعب بغير عقيدة يا بشار الحج ماير سلم يا ابن الجار.